موقف العراق من غزة يستحق العقوبة الأمريكية؟ رأيي بوجهة نظرهم إيه؟ خطاب السيد السوداني في القاهرة هو قاعد يسوي كل ذلك، اللي هنا شنو لا يتحججوا. يعني أي موقف أمريكي اليوم ضد العراق سواء سياسي أو دبلوماسي أو على مستوى الاقتصادي على مستوى الدولار، إنما هو ردة فعل للموقف العراقي اللي كل شموخ تؤيد يعني هيك موقف؟ يقول لك البراغماتية والسياسة موقف السوداني أي شرف العرب جميعا في مؤتمر القاهرة بكل صراحة، خطابه شرف العرب جميعا، وضع النقاط على الحروف وكشف عن وجه العراق الحقيقي، فهم لا ينغشون. ما قاله رئيس وزراء العراق في مؤتمر القاهرة هذا هو العراق.